اللي لعب الفريقين أحمد التركي واحد من الشباب نادي التعاون قدم مستوى كبير في 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 التعاون في مواسم سابقة ثم بعد ذلك الانتقال إلى الطائي هنا كرة واصلة من جديد طويلة عند سيفاس بالاستلام سيفاس إلى موسونا يا 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 الله 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 قذيفة قوية من الزيمبابوي موسونا وتسجيل هدف التعادل الطائي الذي كان قريب من التسجيل يسجل هدف التعادل الله على شوف التحضير على الطائر موسونا على الطائر موسونا ما فكر في حل ثاني الا التصويبه قويه جدا تسكن شباك كاسيو انجلس الله على الطائر والله على موسونا يا عيني عليك الله على التصويبه قويه كانت جدا